مع ديانا حداد اللي رجعت على مهرجان موازين بعد غياب 8 سنين عنه، فافتتحت الدورة ال 15 وإيتي بالعربي كان معاها. حماس ديانا للمشاركة في المهرجان ابتدى من كام أسبوع على السوشيال ميديا، فشاركت جمهورها بأكتر من صورة ووصلت للرباط يومين قبل الحفلة وعملت أكتر من بروفا، وكنا معاها حصريا في الكواليس. تحضيرات بشكل كتير كبير لحفلة الليلة، أكيد إن شاء الله في أغاني لأمرة بقدمها، في أغاني سبق وقدمتها. وقبل ساعات من الحفلة قابلت ديانا الصحافة، وكان اللقاء ودي جدا وما تضمنش أي سؤال محرج، والكل كان حابب يعرف سبب اختيارها لمشتركة The Voice Kids نهيلة علشان تشارك معاها إنها تغني في الحفلة. بس المفاجأة كانت إن نهيلة هي اللي اتصلت بديانا وسألتها إذا ممكن تغني معاها ولا لا. عطتها تقريبا كل غنية تغنيها على المسرح لأنه فعلا صوت جميل جدا، متفاجئة بهالعمر ما شاء الله شو هالصوت. حب ديانا للرياضة اللي دايما بتشارك جمهورها بيها على السوشيال ميديا كان حاضر معاها في المؤتمر، فكشفت انها VIP ممبر في فريق ريال مدريد. ايتي بالعربي سألها ايه هي مميزات العضوية دي. بأمنولك تيكتس تروح، بأمنولك تشوف الفريق، تحضر مباريات. ديانا مشيت من المؤتمر الصحفي علشان تستعد لحفلتها اللي افتتحته فرقة راقصة، واكيد اغنية لا فيستا اللي غنتها باللهجة المغربية كانت اول اغنيتها وعملت ضجة كبيرة في الحفلة زي الضجة اللي عملتها وقت نزولها. والاغنية دي وبسبب النجاحات اللي حققتها رجعت ونزلتها مرة تانية مع المطرب المغربي حميد دوسي. حبينا انه نعمل ريميكس جديد وتوزعت على كل الاذاعات المغربية، ونجاحها في الاغنية دي حمسها انها تقدم اغنية مغربية جديدة. بس في عمل تاني متحمسه له اكتر، دويتو عالمي على مستوى القارات، غنية بوب ميوزيك. وليله ديانا في موازين ما انتهتش على المسرح، فكان في مفاجاه كبيره مستنياها في الفندق. الاهتمام الكبير للجمهور المغربي بضيوفه دايما بنشوفه خاصه في المهرجانات، فهم ما بيبقاسوش ابدا وبيستنوا دايما النجوم لساعات طويله على باب الاوتيل او بعد المؤتمر الصحفي، وباعداد كبيره جدا لدرجه ان ساعات النجوم ما بيقدروش يتحركوا بالعربيات او يخرجوا بره الاوتيل. بس انا متاكد 100% ان دي حاجه بتسعدهم جدا.